طبعا برنامجنا او برنامجكم اللي انتم متابعينه بانتظام وبيجي لي من منكم ايميلات وتعليقات كتيره جدا على الفيسبوك والاستجابه جميله جدا لانه الحمد لله كتير منكم عايزين يشاركونا في دورنا او دور كل واحد مننا في توعيه وتثقيف وتعليم المواطن المصري وبالتالي ثقافه صحيا وبالتالي الوصول الى افضل تشخيص والوسيله المناسبه او مثاليه للعلاج. زي ما قلنا قبل كده كلمنا في حلقات سابقه موضوع الثقافه العامه للمجتمع والثقافه الصحيه ده شيء هام جدا ومفتقد الى حد كبير كان في مجتمعنا وده اللي بنحاول نعمل فيه دور ايجابي. وزي ما طلبت منكم قبل كده والحقيقه لقيت استجابات جميله جدا انه شاركونا مش مجرد ان تسمعوا او تشاهدوا ولكن بانه تدونا تعليقاتكم تقولوا لنا اقتراحاتكم الجميله. في ناس كتير جدا تطوعت ومعانا في الحمله القوميه او الخيريه لاعاده بناء الانسان المصري صحيا وثقافيا واخلاقيا وجميع النواحي. في كتير جدا من رجال الاعمال والشركات والمؤسسات بداوا يعرضوا عروض لينا ان نروح نزورهم في نواحي تثقيفيه وبيعرضوا كمان امور ماديه مساعدات بطرق مختلفه لان القصه في النهايه تعود حول المواطن المصري وصحته واللي هو بدونها ما نقدرش نبني الوطن. فاحنا الحقيقه سعداء بمشاركاتكم. والنهارده استكمالا للحلقه الاخيره اللي اتكلمنا فيها عن دواعي اجراء جراحه العمود الفقري بفكركم بكلمه او جمله دايما اقولها انه معنى الشفاء هو ان الانسان يعيش حياته طبيعي بدون دواء وبدون الم. بمعنى لو انا كل الناس قعدت في البيت او قعدوا في السراري يبقى ما حدش هيتعب ولكن ما بقاش علاج لانها ما تبقاش دي الحياه. الحياه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فيها لنسعى في الارض. يعني ما ينفعش انا اقول لواحد خليك قاعد في السرير او انت اكتفي من الحياه بانك في بيتك ما بقاش علاجته. اذا الغرض من اللي احنا بنقوله كله ان نطور وعينا بالصحه العامه وخاصه فيما يتعلق بنا احنا في مجال جراحه العمود الفقري. وطبعا انا حدي مقارنه صغيره جدا بيننا وبين الخارج. انا سافرت كتير من اقطار الارض يعني شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. الحقيقه اهتمام كل فرد منهم بصحته ليه كذا مرجع. المرجع الاول انه عارف انه بدون صحته دي مش هيبقى انسان منتج. هناك مفيش يمكن قد لا يكون عندهم زينا ان يكفوا الشخص الثاني او الصدقه او الاحسان او الزكاه ولكن عندهم قانون. والقانون الرئيسي هو صحه الانسان. أو إنه الالتزام في كل شيء، حتى التزام في صحتنا وحياتنا وجميع تصرفاتنا خلال حياتنا. ابتدى بظروفي دي بقى لي 16 سنة. فضلت ماشي تعبان. ماشي تعبان فعلا. لحد ما ضغط على العصب برجلي ورجلي وقفت خالص. ما قدرتش كل ما أروح لدكتور من 5 سنين اللي قبلها برضه 3 4 سنين كل واحد يقول لي ما تعملش دلوقتي. طول ما انت ماشي على رجليك كويس مفيش داعي تعمل الوقت خالص طول ما انت ماشي على رجليك يعني. استنيت لحد ما شفت قناه تقريبا كده على قناه المحور تقريبا كان في برنامج اللي هو بيجي اسمه ايه بتاع الصح الساعه 2:30 تقريبا برنامج اسمه ايه؟ صحيح الطبيب. اثنين ونص فعلا طبيب. فشفت الدكتور محمد ابراهيم رشيد قاعد في ندوه كده بيتكلم في الجلسه دي. عجبني كلام يوميها. زي ما قلنا قبل كده ان قرار تدخل الجراحه قد لا يكون سهل ولكن المريض لما بيكون عارف ايه اللي بيعمله بالظبط قبل العمليه قبل ما ياخد هذا القرار من الاستشاره وسؤال اكثر من شخص وانه يشوف الحالات اللي اتعملت مماثله لحالته بالاضافه انه بيطلب من الجراح او الشخص اللي هو مامور باتخاذ القرار او اجراء التدخل السليم
ان هو يوري له حالته مثلا، لان ده من حقه، ويشرح له ايه حالته بالظبط، ويشرح له ايه اللي هيتم اثناء الجراحه، ثم ما سيكون بعد التدخل الجراحي. الحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى من الاف العمليات الجراحيه اللي قمنا باجرائها بنجاح، المرضى بيكونوا مجموعات للبحث مع بعض، يسالوا ايه اللي عملته قبل العمليه، ايه الاخبار بعد العمليه، ده بيطمئن الكل ان هو مش وحيد في هذا القرار. والحمد لله من ضمن اللي عملتهم لهم ناس زملائي وناس اساتذتي وناس من طلبه بتوعي، ويعني كانوا سعداء بالنتيجه. وبيبقى المريض وقتها بيقول يا ريتني خدت القرار ده من زمان، ولكن مش معنى كده ان احنا بندفع العمليه ملهاش ضروره، احنا بناخد بكل الطرق الممكنه لتجنب الجراحه الا لو كانت ضروريه زي ما قلنا عشان امارس حياتي بصوره طبيعيه بدون دواء وبدون الم. وقتها الجراح هو اللي بيديني السكه الصح، اي نوع من الجراحات هي المناسبه لحالتي. انا من المنصوره اصلا، رحت في القاهره ادور عليه لحد ما اكتشفته، وقلت له حكايتي بالظبط ان انا تعبان لاقل 16 سنه. فقال لي كل الكلام ده ما يعنيش وانت لازم الجراحه لك. طب يا دكتور انا ماليش جراحه. قال لا انت مالكش، انت لازم ليك جراحه. انا علشان اعمل قسطره في القلب من سنه سنه ونص كده، فكل المشكله اتعقدت بقى بعد كده. قال لك انت عامل قسطره وقلب تعبان وباخد عليك ضغط. فقال لك ايه، انت العمليه بتاعتك هتبقى مشكله وبتاع وهتبقى مشاكل وخد عليك وخلاص. صحيح يعني كملت مع الدكتور محمد اسلام رشيد اشعات اللي طلبها اللي طلبها، ويعني الوحيد اللي اقنعني فعلا بان لازم العمليه تقعد تعبان في حياتك كده ولا تعمل الجراحه وترتاح. فخلاص سلمت الامر لربنا بقى، فقلت الحل الوحيد ان انا اعمل الجراحه. فجيت عملت الجراحه فعلا اول امبارح يوم الاثنين 24/10، والجراحه دي خدت حوالي 3 من 3 تقريبا، 3 الساعة 8. وبسم الله ما شاء الله، بعد ما فقت حسيت اني العصب بتاع رجلي الشنكله اللي كانت تحس فيها العصب تعبان والاعصاب ضغط على الاعصاب، ما فيش حاجه خالص. وقمت تاني يوم الدكتور محمد جه مشاني، فعلا. وطول الوقت كنت ماشي شويه كده بس يعني ما بمشيش خطوه خطوه، بس الحمد لله مشيت يعني. وقمت مريح بقى على كده بنفس الوقت يعني، بدات امشي وارجع الحمد لله. وقفت وكل حاجه بعد العمليه الحمد لله سليمه، اعصاب سليمه، رجلين، ايدين، مفيش فيها مشاكل الحمد لله. ان كل الناس بتقول لك ان العمليه دي ما بتنجحش، كل الناس بتقول ان عمليه الانزلات والغضروف والعمود الفقري ما بتنجحش. كل الناس كانت بتقول لي كده، اللي بعملها دايما برجع بعد كده اسوأ من الاول. فانا قلت هي كلمه واحده بس لربنا بقى، قلت له انا كده تعبان وكده تعبان، كده تعبان وكده تعبان، ادخل بقى اعمل العمليه وزي ما ربنا يحكم عليك بقى ايه ولا ايه. دخلت عملت العمليه وربنا ايه، فالحمد لله يعني الفضل لربنا، وهو يعني بعد ربنا وبعد الدكتور محمد رشيد يعني فعلا يعني. ربنا يقويه يعني. شكرا لك. شكرا لك. جدا. من حق كل انسان مننا انه يستمتع بحياته. من حقك كانسان ليه نشاط في الحياه، ليه اسره، ليه اطفال، او حتى لو هو عايش لوحده ولكن بيمارس حياته بصوره طبيعيه من عمل ورياضه واستمتاع بالحياه، من الطبيعي ان يكون طبيعي او يكون بدون الم. ولما بقى اشوف يوميا بعض المرضى للاسف ان هو يكون حد خوفه او بيدي امثله بحاله شافها من الاف الحالات حصل فيها مشكله، او انه متخوف لمجرد تخوف من كلمه الجراحه، وبعد كده بنشوف مدى تحسنه بعد العمليه وازاي هو سعيد. بحب انقل الصوره دي لكل شخص مننا، مش كدعايه لعمليه جراحيه ولكن كبارقه امل وطاقه امل حقيقيه، انه الجراحه هي الحل في كثير جدا من الحالات، وحل جميل لسبب انه بينقذنا من ان ناخد ادويه ملهاش لزوم، ممكن نضر نفسنا بدون ان ندري، ممكن نبقى متجهين لاتجاه غلط وندخل في مضاعفات ونندم بعدها. وطبعا دايما المقوله الشهيره ان الوقايه خير من العلاج، مش من الطبيعي ان انا اقول طالما انا ماشي على رجلي يبقى ملوش لازمه الجراحه، لسبب انه لو جيت لا قدر الله بعد اصابه العصب، وده بتشوفه يوميا للاسف من ناس خدت مسكنات قد كده، لو وقتها قررت ان انا اعمل العمليه
قد لا يفقه الجراح لانه النتيجه لن تكون سعيده بالنسبه للطرفين. من حق كل واحد مننا انه يعيش حياته طبيعي بدون الم ويستمتع بحياته عشان يبني مستقبل بيته واسرته ووطنه. اشكركم والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم روشيت. شبابنا